بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وكرم على سيدنا ومولانا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي السيد الكامل الفاتح الخاتم حاء الرحمة وميم الملك ودال الدوام بحر أنوارك ومعدن أسرارك ولسان حجتك وعروس مملكتك وعين أعيان خليقتك وصفيك السابق للخلق نوره والرحمة للعالمين ظهوره المصطفى المجتبى المنتقى المرتضى عين العناية وزين القيامة وكنز الهداية وإمام الحضرة وأمين المملكة ودراز الحلة وكنز الحقيقة وشمس الشريعة وكاشف الغمة وجال الظلمة وناصر الملة ونبي الرحمة وشفيع الأمة يوم القيامة يوم تخشع الأصوات وتشخص الأبصار اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد النور الأبلج والبهاء الأبهج ناموس توراة موسى وقاموس إنجيل عيسى صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين تلمس الفلك الأطلس في بطون كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف طاووس الملك المقدس في ظهوري فخلقت خلقا فتعرفت إليهم فبي وعرف فبي عرفوني قرة عين اليقين مرآة أولي العزم من المرسلين إلى شهود الملك الحق إلى شهود الملك الحق المبين نور أنوار أبصار بصائر الأنبياء المكرمين ومحل نظرك وسعة رحمتك من العوالم الأولين والآخرين صلى الله تعالى عليه وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين اللهم صل وسلم واتحف وأنعم وامنح واكرم واجزل وأعظم أفضل صلاتك ووفى سلامك صلاة وسلاما يتنزلان من أفق كنه باطن الذات إلى فلك السماء مظاهر الأسماء والصفات ويرتقيان عند سدرة منتهى العارفين إلى مركز جلال النور المبين على سيدنا ومولانا محمد عبدك ونبيك ورسولك علم يقين العلماء الربانيين وعين يقين الخلفاء الراشدين وحق يقين الأنبياء وحق يقين الأنبياء المكرمين الذي ذاهت في أنوار جلاله أولو العزم من المرسلين وتحيرت في درك حقائقه عظماء الملائكة المهيمنين المنزل عليه في القرآن العظيم بلسان عربي مبين لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين
اللهم صل صلاه ذاتك على حضره صفاتك الجامع لكل الكمال المتصف بصفات الجلال والجمال ما تنزه عن المخلوقين في المثال ينبوع المعارف الربانيه وحيطة الاسرار الالهيه غايه منتهى السائلين ودليل كل حائر من السالكين محمد المحمول بالاوصاف والذات واحمد من مضى ومن هو ات وسلم تسليما بداية الأزل وغاية الأبد حتى لا يحصره عدد ولا ينهيه أمد وارض عن توابعه في الشريعة والطريقة والحقيقة من الأصحاب والعلماء وأهل الطريقة واجعلنا يا مولانا منهم حقيقة آمين.